حوالي 8.5 مليار بزيادة حوالي 4.5 مليار 113%. ودي لو خدنا السنة اللي فاتت بس كان البنك محقق أعلى معدل نمو في أكبر من حوالي 6 نمو المؤشرات، منها معدل نمو في الودائع، منها المركز المالي، منها الربحية وإلى آخره. لو كان البنك برضو زي البنوك المصرية كان بتعاني الفترة اللي فاتت في محفظة التعثر، لو خدنا بس الديون المنتظمة والزيادة اللي فيها اللي حصلت فهي أكتر شوية، كانت حوالي الديون المنتظمة، الديون المنتظمة كانت حوالي 2.3 2013، وصلنا لحوالي 7.2، يعني زيادة 4.8. هذه المجتمعات والمشروعات والشقق الجميلة الجديدة هو دي بيبقى لها تأثير إيجابي جدا جدا على الإنسان، يعني أنت بتخلو من بيئة عايش فيها، بيئة يعني أبسط ما يقال إنها يعني بتحول الإنسان لشيء سيء يعني، وتاخده بقى في عمارات وفي مشروع متخطط صح في وسط مناطق خضراء، شقق آدمية جدا، حاجة الحقيقة يعني كل مصري يفخر بيها. يمكن البنوك المفضلة بالنسبة لي، وأتمنى إن هو يكبر ويكبر أكتر معانا، يمكن أقل البنوك اللي بيجي أي منها أي شكوى من العملاء، مع إن إحنا عارفين طبيعة المشروع وطبيعة العملاء وطبيعة المشاكل، وإنه في ناس كتير بتكون بتتعامل مع القطاع المصرفي لأول مرة، لكن الحقيقة مستوى الخدمة اللي بيتقدم للعملاء من بنك التنمية الصناعية مستوى مميز جدا، الشكاوي قليلة جدا، فأنا يعني بنتهز الفرصة دي وبشكر أستاذ ماجد وطبعا الفريق اللي معاه، فريق التمويل العقاري وأستاذ حمدي وأستاذ أيمن وأستاذ مؤمن، ومش عايز أنسى حد بالاسم، بس أنا بتعامل معاهم يوميا وفعلا يعني بنذلل كل العقبات أول بأول.